انا وانا بذاكر انا من انصار ان اللي ذاكر ذاكر خلاص خلصنا. انا كنت بقعد اتفرج على افلام قبل الليل ليله الامتحان، ومش بقول انه ده اللي لازم يعملوه الاولاد ولا حاجه، انا بقول لك انا يعني انا كنت هادي اكتر مما يجب، او على راي ماما بارد اكتر مما يجب. لكن احنا عندنا مثلا قبل الامتحان يوم يومين ثلاثه عايز اذاكر فيهم زي ما كنا بنقول زمان كده، ايه ابدا بقى ايه الم الماده قبل ما ادخل. الم ازاي؟ انا عامل لنفسي وقت، عامل اجنده، محدد الاهداف، في حاجه هبتديها من الاخر للاول، الصعب في الاسهل، الحاجه اللي انا عارف ان انا هاخد وقت فيها طويل ابتديها في الاخر، هي الحاجه اللي هاخدها احس ان انا بحبها قوي خليها الاول علشان تفتح نفسي للماده نفسها، علشان خاطر كل حلو. جزء ما في تقفلنيش. المكان، لا ما تقفلنيش من الماده، هروح اصعب حاجه في الماده هسيب الماده كلها كامله، لا اخد الماده اللي بحبها، الجزء اللي بحبه، وبعدين هتبتدي تجر معايا المعلومه، في المعلومه اللي هو تداعي هلاقي نفسي قربت، ده انا 50% طب 60 طب 70، كل يوم بزود الحصيله بتاعتي فلاقي نفسي خلاص وصلت تمام، امتحن نفسي بقى بنفسي واكون امين مع نفسي، اجيب يعني بقى نماذج امتحانات بجد، واحل بجد واكتب واقيم نفسي بجد وادي لنفسي تقدير، وبعدين احدد التارجت انا عايز ايه، هو المذاكره الاكاديميه دي عايز منها ايه، عايز ابقى مهندس ولا عايز ابقى مثلا محاسب، ايه اللي انا عايزه، يعني مش كل حاجه النجاح هو الاكاديمي، ما اقفش في هنا، ممكن ابقى مهندس ومعايا شهاده مهندس لكن مش هشتغل في المستقبل في المجال ده، الفيلد ده مش عاجبني، بس على الاقل انا حققت المحتوى العلمي اللي اقدر بيه اقعد مع صفوه المجتمع كده وبساعد وبحس ان انا بكمل حاجه، ليا هدف في الحياه، ليا رؤيه، ما بقاش قاعد مش فاهم خالص كده، صعب يعني الدنيا كلها دلوقتي بقت مفتوحه على بعضها، مستحيل ابقى قاعد مش خارج السياق، صعب مش هتقدر تتكيف مع المجتمع. في نوع من الطلبه بيقعد يحل امتحانات بس بيروح عامل ايه بقى، مثلا ادي نموذج الامتحان وبيبقى اظن في الكتاب كمان في النموذج بتاع الاجابه، فهو قاعد عمال بيحل، فبيحل بقيه، وحضرتك قلت لنا لا، لان هو متصور ان هو كده بيحل مش بس عشان التوقيت، انت ما سمعتش انت قلت ايه، لازم اكتب عشان اتاكد. وفي بقى نوع لما بيلاقي ايه ويروح عاملها كده، انا كده بهزر صح؟ صح، مفيش ده ماما بتدبس ده الاول او بتقطعه وبتقول لك تعالى لي بقى نحل سوا مع بعضينا، انت حل وانا صحح لك، ما هو ده بقى هنا فيه الامانه، او مدرس الفصل او الماده اللي بيساعد، لازم يبقى فيه هاند حد كده بيساعد، يبقى معاك مش رقيب عليك، لا هو صاحبك صديقك كده نزل لمستواك تعالى، ده بيسهل عليك الموضوع جدا. لكن انا هغش نفسي، هنقل من ورا، يبقى انا استفدت ايه، دي اول حاجه بتتدبس اساسي.